لو ما عندكم مانع الليلة كمان معانا ناس العديلة والزين، طولنا منهم ناس أهلنا وأهل بيت وحبابنا عشرة، ومعانا على التلفون نورة. نورة ازيك؟ إن شاء الله طيبة. ازيك يا استاذ عفاف؟ كيف؟ الله كويسه. طولنا منك وجديد العديل والزين، ندخل طوالي بالواضح كده جديد والله نحن ذات ما وزعاركم. طولنا. ايوه تحيه لك وتحيه للشباب خلف الكواليس وتحيه لكل الشعب السوداني وجمعه سعيده عليه. فعلا نحن طولنا، وبحب اقول للناس كل سنه وانتم طيبين في كل مناسبه احنا ما تلاقينا فيها. نعم. فزي ما انت قلت بالواضح وبالبسيط، ناس العديل والزين ناس بسيطين. العرس بالحلال بس بالواضح وبالبسيط الفاتحه يا ناس، ما حلال حلال. اي ايوه، وعبد العزيز المبارك بيقول لا، بتقولي لا ثاني، ما واحده تقول لا يا جماعه، الناس تقبل بالسن الموجود. عشه صغيره يا اخي. ايوه عشه صغيره، دي اجمل حاجه. والله الحياه بسيطه يا استاذ عفاف. صحيح احنا ايوه كل ما نتعمق في الحياه بنكتشف بساطتها. احنا ذاتنا كلنا شعبي بسيط بابسط الحاجات، كلمة طيبة بترضينا يعني، لو تسلم أيوة علينا نرضى. ايوه جبر، شوفي احنا ناس جبار. الخواطر واحد من اساسيات حياتنا. نعم ايوه، واحدة من اساسيات حياتنا. واحنا والله يعني يمكن شوفي الاعلام بتاع العديل والزين بيقول شيلتك بنشيلها معاك، فدي واحدة والله من جبر الخواطر. انا بعتبر مشروع العديل والزين واحدة من يعني من الحاجات اللي بتجبر الخاطر جدا ومفرحة فرح تام يعني. أيوة مبالغ فيها. اذا ريحتكم وعطوركم بخوركم وهدومكم الحلوة، ملابس الجميلة للعروسة الجميلة والعريس الجدع. نتكلم عن القصة. انت يمكن انا كنت متابعاك بتتكلمي عن القصة بتاعت انه ما بعد الثورة حصلت احباطات كلنا. والله ما دام التغيير اللي احنا دايرينه ونتمنى انه احنا كلنا نتكاتف، التغيير احنا اكتشفنا بيبدا بانفسنا. مشروع العديل والزين قام تقريبا مع الثورة. صحيح. فالناس مثلا ذاته ثورة نحو العديل والزين. ايوه ثورة. ويمكن والله أنا اتبسطت جدا، شفت نماذج في السوشيال ميديا لزواج بسيط وجميل جدا. نعم. اللي بيميز العديل والزين مع البساطة، مع البساطة بتاعت الأسعار فيه والفخامة فيه وأشياء أنت بتقبلي بيها. فالليلة السعر بتاعنا الليلة يعني ما بتلقي ريحة اثنين في اثنين يا أستاذ عفاف، زي كامل الملحقات بالميك اب بالأندروير بأي حاجة، بثيابة وبشباشيب الراقية كلها ما مقتصية 150,000. يا سلام. تمام. نعم. بعدين المشروع ثاني بقى متكامل، الناس بقت في طلبات ثانيه، يعني مش الريحه بس، مش الملابس بس، انما بتلقي في ناس انت لما فتحتي مشروعك هم اوريدي بدوا يلقطوا في الحاجات بتاعتهم، فبيجوا ناس بيقول لك والله احنا دايرين الريحه، فبرضه في عروض بتاعت ريحه. يمكن الريحه واحد في واحد ما بتكلف 50,000، ودي يمكن حاجه وبعليها زي ما احنا دائما بنقول عبركم على كرت جوده. فاحنا كل الكماليات، كل الثوب السوداني بتضليماته، الشيله متكامله، او انت لو بديت شيله وعايز تكملها مننا احنا ما عندنا مشكله وما بنمانع. يمكن احنا يمكن اول مركز يعني يكون كل الطاقم بتاعه بنات، اللي هو متخصص في تجهيز الشيلات وبالاسعار اللي هي انا قلتها دي. الناس دائما يعني في الفكره الاساسيه فكره التبسيط. التبسيط ده يعني احنا العارف ما بنكلفته والله، بتمنى انه الناس تجي تزورنا في المعارض، تجي تشوف احنا بنجهز افخم الحاجات كيف بابسط الاسعار، وانه العريس والشيله والبرنامج والريحه ما بالهاله الكبيره والتخويف البعبع الكبير الناس بتعمله. الامر بسيط وبيتم، واحنا والله دي بشرى بنرسلها من هنا لكل الشعب السوداني، انه العنده والما عنده كله يجي لناس العديل والزين ان شاء الله بترتب له بوضع يرضيه ويرضي كبرياءه. والله ابشر بالخير، كتر خيرك والله يا نور. الكلام ده كلمت به دكتور عبد الرحمن واستاذ محمود، ولا بتقولي على الهوا ساي اي زول يجيب العنده والما عنده؟ لا ده انا بقوله عبرم، انا انت عارف انا بقول ليه، ما هي مؤسسه العديل والزين. صحيح تحياتنا اليوم، لانه لكل الناس هناك بحسوا انه اهل وكلهم واحد، ده نفس أيوة. الاحساس اللي احنا بقابلنا لما نجيكم. والله ان شاء الله موفقين دوما ان شاء الله. الاسعار أيوة. والتلفونات والحياه اللي عليكم كلها الناس نعرف اسعاركم. اللي هي شيله الان سعرها شيله 4×4، الريحه فيها 2×2. نعم. بالنواشف بتاعتها، بالميك اب، بالملابس الداخليه والسركه بتاعت القرمطيس والشنطه بسعر 150,000 فقط لا غير. الناس ايوه فقط لا غير 150,000، فيها الراديو وفيها البصمه وفيها شباشب، اجود انواع الشباشب، وفيها اجود الشنط بتاعت اليد،
وانا بقول لاي زول بكره يقابلونا في المعرض يجوا يشوفوا الاشياء دي، وان شاء الله يا رب يعني هي تكون الناس طبعا بتخاف من الحكايه دي. ذوق عالي في التعامل وفي الطريقه وكذا يا نور، وان شاء الله انتم دائما موفقين. عادل وزين ذات عندها اعمال طيبه واعمال خير وممتده على مساحه السودان الحبيب وربعه كله، ان شاء الله تصل السعاده والفرحه زي ما قلت قبل كده، تعيم كل البيوت السودانيه وبالزغاريت وبالفرح. عريسنا فرحان وعروستنا مبسوطه.